مزيد من التفاصيل برؤى متخصصة مع دكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ. دكتور عبد المسيح، صباح الخير على حضرتك. أهلا بك يا فندم، صباح الخير على حضرتك والسادة المشاهدين الكرام. يعني تعهدات التي انطلقت ونتجت عن كوب 27 في شرم الشيخ في العام الماضي، الآن نراها لم تفعل من قبل الدول الكبرى، وبنتكلم عن 100 مليار دولار كانوا موجودين لتمويل تحديات المناخ، ولكن الدول الكبرى لم تقم بالوفاء بهذه التعهدات. امتى تواجه الدول الكبرى او الصناعية الكبرى المسؤولية تجاه تغير المناخ وتأثيرها على كوكب الأرض بشكل عام؟ الحقيقة كان منذ اتفاق باريس 2015 كان هناك تعهد من الدول المتقدمة بدفع 100 مليار دولار للدول النامية للمواجهة مشاكل تغير المناخ والتكيف معه، ولكن ما دفع في هذا الأمر كان قليلا جدا ولم يتم على الشكل المطلوب. ومن هنا كانت كوب 27 اللي بعد مفاوضات شاقة ودبلوماسية مصرية رائعة جدا قدرت كوب 27 ومصر تنتزع موافقة العالم على إنشاء ما يسمى بصندوق الخسائر والأضرار، وده اللي كان في مصر اشتغلت على مدار العام أثناء رئاستها لهذه القمة من خلال العديد من الاجتماعات مع الدول النامية والدول المتقدمة بحيث يعملوا الصندوق ده لتعويض خسائر وأضرار الدول النامية. وبالفعل يمكن شفنا بادرة أمل في اليوم الأول عندما أعلن في نهاية اليوم الأول عن يعني إنشاء وتدشين هذا الصندوق، ولكن بمساهمات تبدو أنها قليلة شوية. يمكن الإمارات حطت 100 مليون دولار، ألمانيا حطت 100 مليون دولار، أمريكا كان مبلغ قليل جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. دكتور طبعا، وطبعا بالنسبة لبقية الدول طبعا، لكن احنا بنقول انه الصندوق ابتدى يشتغل، يعني دي فكرة تبدو ان هي كويسة بالنسبة طبعا، لكن العالم بيحتاج المزيد والمزيد من التمويل علشان يقدر يعمل هذه التكيفات، وبخاصة في الحاجات الكوارث التي تحدث بسبب تغيرات المناخ. عندنا كوارث كثيرة جدا، ومحتاجة الدول النامية نظم إنذار مبكر حتى تتغلب على مثل هذه المشكلة. ولكن هذه يعني كما نقول بادرة أمل لهذا الصندوق. في صندوق تاني أنشئ أعلن عنه رئيس دولة الإمارات، هو بالـ30 مليار دولار، ودي مش للتعويض الدول النامية ولكن للحلول المناخية، يعني نحط أفكار لمشاكل المناخ وإزاي نحل هذه المشاكل من خلال هذا الصندوق. وبنأمل أن يكون هذا الصندوق حتى 2030 أن يدفع فيه أكثر من 250 مليار دولار، دي سكة تانية. ولكن قولا واحدا، التمويل هو الأساس في حل هذه المشاكل مع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون علشان نقدر نحل هذه المعادلة الصعبة. دكتور عبد المسيح، يمكن القرار الخاص بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار واللي اعتمد أو أقر تشغيله ده كان ناتج عن كوب 27. لو رجعنا للجانب الخاص بالتعهدات، سبب تأخر الالتزام بهذه التعهدات، هل عدم وضوح مثلا بالنسبة للخسائر الأضرار، عدم وضوح في تبعات هذه التأثيرات المناخية على الدول، أو إيه السبب من وجهة نظر حضرتك؟ الحقيقة هو عدم يعني الوفاء بكل التعهدات راجعة لمشكلة الاقتصاد الذي يعني عجلة الاقتصاد في العالم لم تعد مثل السابق. في تحديات كثيرة جدا في الاقتصاد، من قلة الانتاج، من الحروب، من الصراعات اللي في العالم، من تكلفة الطاقة الجديدة والمتجددة، وبالتالي الجانب الاقتصادي هو اللي بيلعب الدور الأكبر في وفاء أو عدم وفاء هذه الدول أو الدول المتقدمة بتعهداتها. هي دي المشكلة الأساسية، هو العامل الاقتصادي، كم سيكلف الطاقة الجديدة والمتجددة وكم سينتج من إنتاجات، هتتكلف كم، وكل دولة طبعا بتعتمد على قوتها في اقتصادها، بالتالي كل دولة بتحاول على قدر المستطاع في ظل هذه التحديات التي يجوب بها العالم الآن أن تحرص أن يكون اقتصادها جيد وما تديش الفلوس اللي كانت المفروض تدفعها للدول النامية أو تحسن بها هذا الأمر. هي دي المشكلة الأساسية، وهي ما يواجه العالم من تحديات اقتصادية كثيرة.
نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ.